فاطمة ودينا شكرا لكما، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من أهم الأخبار الاقتصادية. انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني تحت عنوان نحو تعاونيات مستدامة بمشاركة ممثلي أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم. تشمل فعاليات المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية لبعض المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، فضلا عن المعرض المصاحب للمؤتمر. طبعا احنا طبعا بنستفيد بهذه ان احنا بنعمل زيارات لهذه المدن، يمكن كل الوفود اللي موجوده هتزور العاصمه الاداريه، هتروح العالمين الجديده، هتشوف اللي بيحصل على ارض مصر. احنا طبعا برضو ابتدينا مع هيئه التعاونيات الفكر الجديد التعاوني ان احنا بدنا نمنح اراضي النهارده لهيئه التعاونيات، هي بتقوم بالترفيق وهي اللي بتقوم بالتخصيص للجامعات طبق العدد الاعداد بتاعتها، وهي بتجيب بتحقق عائد من دوت ان هي عشان تقدر تخفض ثمن الوحده للمواطنين. احنا الحمد لله طبعا ماشيين برنامج زمنيه، زي ما السيد فخامه الرئيس قال في 30/6 اللي جاي هنشوف مصر جديده. حضراتكم فعلا ده بيتحقق الواقع، يمكن امبارح كنا في زياره في العالمين الجديده وعادات الشغل الحمد لله ماشيه بمخطط جيد جدا. الاسبوع اللي قبليه كنا في العاصمه الاداريه، فاعتقد يعني الحمد لله احنا بالبرنامج الزمني، وان شاء الله يعني ربنا يسهلها ان شاء الله الفتره اللي جايه. يلعب جهاز تنميه المشروعات دورا مهما في توفير فرص العمل ومواجهه البطاله، وتشهد محافظه سوهاج العديد من النماذج الناجحه لمشروعات يدعمها الجهاز، ومشروع تصنيع الاثاث بالمنطقه الصناعيه غرب جرجه هو احد هذه المشروعات. المزيد في سياق التقرير التالي. نجاحات كبيرة يواصلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحقيقها في محافظة مصر لدعم الشباب وتبني مشروعاتهم. هنا في المنطقة الصناعية غرب جرجة بمحافظة سوهاج قصة نجاح جديدة حظيت بدعم جهاز تنمية المشروعات، مشروع لتصنيع الأثاث والستائر. الحمد لله ربنا أكرمنا وبدأت واشتغلت من سنة 2015، بدأنا فتح مصنع واحد والحمد لله ربنا أكرمنا وبدأنا، فبعد كده الحمد لله الصندوق دعمنا بقرض واشتغلنا في وزودنا منتجاتنا. احنا بننتج حضرتك، بننتج الانترهات والستائر والركنيات والصالونات على احدث مستوى، ودي مهنتنا اساسا ابا عن جد. المشروع شهد تطورا ملحوظا عقب قرض من جهاز تنميه المشروعات الذي اسهم في تطوير اجهزته ومعداته المستخدمه في عمليه تصنيع الاثاث وتجهيز المواد الخام. احنا الحمد لله شغالين من 5 سنين، وفضل من ربنا سبحانه وتعالى بعد القرض اخذناه من جهاز تنمية المشروعات، بدأنا ننمي شغلنا ونحدثه شوية عن الأول، وفي إقبال شديد الحمد لله عندنا، بدأنا نكبر الشغل معانا المشروع والقماش، وكنا بنجيب خامات الأول محدودة، دلوقتي ربنا كرمنا بنجيب معدات وبنحدث شغلنا وبنجيب كل حاجة الحمد لله، خامتنا بقت أجود شوية وفي إقبال عندنا الحمد لله على المصنع بتاعنا. قرض جهاز تنمية المشروعات فرق معنا كثير، يعني كنا بنعطل على حاجات وخذ بحضرتك والحمد لله وفرها لنا، يعني والحمد لله يعني اي حاجه يعني الحمد لله توفرت الحمد لله. احنا الحمد لله رب العالمين لينا اسمنا وسمعنا وسمعتنا في السوق، منتجاتنا يعني الحمد لله منتشره بشكل واسع من سوهاج لاسوان، وده يعني يرجع لفضل الله اولا عز وجل، بعد كده للجهاز اللي ساعدنا بالقرض، وده كان يعني فرق معنا جامد طبعا في المعدات وفي الخامات. الدعم الذي يوفره الجهاز لا يقتصر على التمويل، وإنما يمتد إلى إتاحة العديد من الفرص لتسويق المنتجات من خلال المعارض التي ينظمها ويشرف عليها. كشف مسح أجراه بنك التعاون الدولي الياباني النقابة عن أن نحو نصف الشركات اليابانية العاملة في الخارج تتوقع تسجيل تراجع العائدات في السنة المالية بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي الياباني. ارتفعت نسبة هذه الشركات التي تتوقع تسجيل خسائر في العائدات إلى 45.2% مقارنة ب 33.9% في المسح السابق والذي أجري في السنة المالية 2018، مما يظهر أن المزيد من الشركات اليابانية تشعر بالقلق تجاه النزاع التجاري الحالي بين أكبر اقتصادين في العالم.
أعلنت وزارة المالية الهندية عزما يدلهي استثمار تريليون و390 مليار دولار في البنية التحتية في مسعى لتعزيز الاقتصاد. يأتي هذا بعد بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، حيث تعتبر تلك أبطأ وتيرة للاقتصاد الهندي منذ 2013. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحمي عشرات المنتجات المحلية من أثار التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها على الصين. كانت آلاف الشركات الأمريكية قد طلبت من الرئيس دونالد ترامب تخفيف تلك الرسوم، محذرة من أنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار أو خفض الوظائف. أظهرت بيانات حكومية انخفاض صادرات كوريا الجنوبية في نوفمبر ب 14.3% عن نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل بذلك تراجعا للشهر 12 على التوالي على أساس سنوي. وأشارت البيانات إلى أن الواردات تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة 40.7 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا متواصلا للشهر السابع على التوالي. سجلت المبيعات عبر الإنترنت يوم الجمعة الأسود في الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 7.4 مليار دولار هذا العام، ومع ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الشراء والتي تتم بواسطة هواتف ذكية. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 19.6% مقارنة بالعام الماضي وثاني يوم من حيث حجم المبيعات عبر الإنترنت، أي أقل بقليل من 7.9 مليار دولار التي أنفقها المستهلكون خلال يوم سايبر مانداي العام الماضي، وهو اليوم الذي يلي يوم الجمعة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الاقتصادية. أما الآن فنعود مرة أخرى إلى زميلاتي في الاستوديو فاطمة ودينا لاستكمال باقي النشرة. إليكم.